عرس المائدة الرمضانية أو شبح المائدة كما يصفها العديد من الجزائريين خلال شهر رمضان، وهي من بين الحلويات التقليدية التي تتربع على عرش مائدة السهرة الرمضانية. تتطلب صناعتها مادة الزيت والسميد التي تعرف نقصا هذه الأيام، والعينة من مدينة بوفارك بالبليدة. لا غالبا كتشوف الزيت راهي ما كاش، رانا نجيب بيدون منه بيدون منه نص بيدون منه، ديال لاشان في روناك وبيط وزوج قرعات زوج ريتلات، والخدمة نقصد بزاف بلا، ولحقنا سيدنا رمضان ما عندنا والو، ما عندنا لا سلعة لا سميد لا كذا لا كذا لا حتى حاجة. أنا ما نلقاوش كيفاش نجيبو، رانا نروحو نديرو لاشين باش نجيبو الزيت هذيا، ما لقيناش كيفاش نخدمو حنايا، يعني كنا تقعد هكذايا نغلقو. المشكل حنا تاع الزيت، البوفاريك معروفة بالزلابية و والزيت والسميد، رانا في ازمه، رانا نديروا لاشيان في السيبيرات، رانا نورمالمون ديروا لنا حل، ديروا لنا نطلبوا من السلطات يديروا لنا حل باش ما نبقاوش نجروا مور الزيت والسميد. من خلال جولتنا الميدانيه الى محلات صنع زلابيه بمدينه بوفارك بالبليده، اسابيع قبل حلول شهر رمضان تبين من اول وهله التراجع الملحوظ في انتاج هذه الماده في ظل الاقبال على شراء الحلوى التقليديه. هذو المواد نستحقوهم بزاف الحلويات التقليديه سورتو بمدينه بوفارك معروفه بزلابيه، بيدون زوج بياد ما يكفوكش، دوكا ولاو يتجرونا من سوبيرات لسوبيرات، تجيب زوج منا زوج منا باش تخدم قيس النص نهار برك. دوكا عندنا كيف راكم حابين نخدموا زلابيه في رمضان، وفروا لنا الزيت والسميد، السميد راه ما كاش والزيت راه ما كاش. هاي زلابيه ملاحه شابه ربي يبارك، وماذا بينا الحوايج هذه تكون متوفره بركه باش نخدموا ارواحنا، راه شهر رمضان راه قرب لينا، وجيبوا لنا سميد جيبوا لنا الزيت خلي الواحد يخدم. رحله الباعة في البحث عن ماده الزيت والسميد لتوفير كميات كافيه منها لقل زلابيه وحلويات اخرى تقليديه باتت مهمه صعبه للغايه.